جزء الفوكابيلري الخاص باليونت السادس عندنا فقط 7 كلمات مركبة لازم تتعلمها. الأولى help customers. help يعني يساعد وcustomers الزبائن. put out يعني يطفئ الحرائق fires. repair cars repair يعني يصلح. run business يدير. run يعني يركض لكن run business تصبح يدير أعمال. save lives يعني ينقذ. take orders for food يلبي. take يعني يأخذ. orders أوامر للطعام. كلمة take orders for food هذه الكلمة المركبة كاملة بمعنى يلبي طلبات الزبائن. take يعني يلبي طلبات الزبائن. take care of sick people. sick people بمعنى المرضى. و take care يعتني. take care of sick people يعتني بالمرضى. هذا كان فيما يخص الكلمات المركبة الخاصة باليونت السادس. وانتهى اليونت السادس من ناحية المواضيع الشرحيات. حاول انك تكون الملزمة بايدك اثناء متابعتك للفيديو، وحاول انك تكتب المفردات بشكل كامل لانه راح تحتاج هاي المفردات في اسئلة القطع الخارجية مثل ما ذكرنا، وفي اسئلة القطع واسئلة الادب الستوري تايم، وفي سؤال الانشاء ايضا، وسؤال الفوكابيلري اند سبيلينج ايضا راح يكون عندك هاي الكلمات كلها انت مطالب بها.